وسقف التوقعات إذا ارتفع عاد على الإنسان بخيبة الأمل. وقد تسمع كثير من الناس يقولون أنا فقدت الشغف. تعرف لما فقد الشغف؟ لأنه ضيع طريق المحبة. هذا الباعث هو ملك يقذفه الحق تبارك وتعالى في قلبك فيحرك ويهيج هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه الرغبات، فتسعى ويشتد هذا الحماس في قلبك، فيتحول هذا الحماس من القلب إلى خارج القلب إلى الأعضاء فيسمى شغفا. إن وصلت إلى مقام الشغف وتعلقت بهذا المذاق العرفاني الرحماني المبارك في قلبك فهنيئا لك.